السلام عليكم، شنو احوالكم؟ ان شاء الله نهاركم مبروك، نهاركم اسعد الايام الناس الكل. كما العاده نطلع عليكم فيديو اليوم باش يكون سبيسيال شويه، مش كما العاده هكا فيه تحويسه ونمشيو عاد للبحر نتفردوا ونعملوا هكا جوله صغيره. خليكم معايا في الفيديو نتاع اليوم، ان شاء الله يا ربي يعجبكم. ديما نسميو بسم الله وما ننساوش عاد صليتو على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفليزي. حبينا نعملوا هكا قضيه صغيره، ناخذوا طاوله وزوز كريسيات للبحر، كي قضية صغيرونا وبرا، وخذينا كجويل الصغار وروحنا حسيلو. عملت بكم هكا جولة صغيرة في فرحة، هو معروف في سوسة، هو قلت فرصة مدبني اني جيت وجاية معاهم هكا ونعملوا في دورة، وقلت خليني نصور لكم حتى شوي. في الحقيقة كل شيء خيرت لكل، من الماعون البلاستيك للبلة للكريستال، كل شيء موجود فيه، اللهم صلي على النبي. خاصة كل فنجنات الفضة محليهم حسيلو. باش نكملوا توا دورتنا ونروحوا بعد ما فطرنا اكيد، باش نمشيو عاد للبحر، بحر مستير. خليكم معايا في بقية انهالي. احنا حسيلو توا ماشيين للبحر، بحر مسير اليوم ماشينا. اي نعملوا تحويسه وانتم هاكم معانا ديما. باي باي ميران، اي خليكم معانا نعملوا جوله مزيانه ولي اول مره باش نعملوا غطسه. بعد قديش والنوم، صح فردوس.
عندنا احلى عشويه في بحر سقانس مستير. الحقيقه قعدنا حتى ايش لليل، نسمه البحر ما خلتنيش نروحوا، طقس هكا مزيان، البحر كي تدخلوا هكا مش بارد، يبدا دافي هكا شويه، نجم نش نروحوا. الحقيقه قلنا نكملوا نسهروا هكا طريف ومن بعد نروحوا. اكا هو الحمد لله يا ربي تلمينا، محليها الضحكه محليها الفرحه. شيختكم عاد ستوريات في الانستغرام وني نام في فزيت هكيكا، عامله جو، نحب الضحك نحب تفدليك نحب نعمل هكا برشا فرحه، وان شاء الله ربي يفرحنا وربي يهنينا يا رب العالمين. المهم روحنا للدويرة، تعشينا، رقدنا، قمت الصباح قصدنا ربيك، روحت للدار، ضيفتهم بحقيقة بحذية، فردة وسوليديتها، تلمينا وعملنا برشا كجو في الدار. خليكم معايا حسين ونشوفوا. اليوم يا سيدي الفطورنا من دبي للا ميرال، شنو حبيت انت اليوم تفطر؟ شنو قلت لي عليه تحب تفطر؟ جاتو ابيض. الجاتو الابيض تحب عليه، عرفتوه البنات الجاتو نتاع الكريم فريش. ومؤمن يحب مفطورنا اليوم ملوخيه. اي اللي باش تطلبوه اليوم باش نعملوه؟ تحب ملوخيه زاد انت ميراله، خدي على كل وجايه، يو خدي على كل وجايه، هكا على وجايه، هكا على وجايه. هاي حسيلو هاي تو نعمل لهم الجاتو هكا على السريع، والملوخيه حضرتها ديجا قبل ما يجي. هكا هاي حسيلو هاي، خليكم معايا في بقيه نهارنا اليوم. حسيلو كيما تعرفوا البنات الملوخيه حطيتها هي الاولى باش تطيب هكا في عقلها سله سله، وتعرفوها عاد انتم الملوخيه نتاعي. وخبز الجاتو هذيا زاده السهله اللي عملناها بالكريم فريش المره الاخرى، وانتم عملتوها زاده برشا مرات، ان شاء الله يعطيكم الصحه على التصويرات اللي بعثتوهم لي في الانستغرام. اللي ما يعرفيش بتبيعها كتنحطي له في صندوق الوصف، علاش ليه؟ فما اللي اول مره كيشوفها كميسير شي يجربها، واللي حتى عملها قبل يزيد يعاودها خاطر بالحق بنينه برشا. اي عملتها هكا على السريع باش ما نطولش في الفيديو وباش ما يكون زاده فيديو متكرر. المهم هي شهوة الحقيقة، شهوة بنيتي العزيزة ميرال، حبيت نعمل هيلة والله ملي هي في كندا وهي تستنى معناها تقولي نحب ناكل من هيك الخبزة القد البيضة هذيك. حسيلو ان شاء الله عجبتها. المهم وهكا باش نطيبها ونحضرها ونوريه لكم اكيد.
نشوفوا الكيكة متاعنا طابت. هاي سكروا عليها. هاي قل لي هاي. شفتها؟ عجبتك؟ عاوش نخرجوها توا ونقصوها. اوكي. هاي ربي لك سخونة عاوش نخرجها توا. انا فيسع فيسع ما تطيب. عملها بعد كي تروح في داركم. اوكي. وهذه كيكة ميرال. حضرت. خليها تبرد شوية ونحيوها. عفوا ما صبرتش لين الخبزة جاتو تبرد. ليكي تاكل بيرزا راه وقتك ايش تكون؟ اوكي. خليها نقصوها. كيما نوع. واي وذوقها شوية. استنى. ها. الحبة وقت هي مو وقت انت تقصها فما كيما سبونج هذاك. هذيك هي زي. زي الحبة. تحبها واش؟ هاي باش نقص العزيزة مرولتي. شفتوا البنات؟ ساعة نزينوها بالعنب. عندي كعبيت عنب باش نزينها. هاي باش نعمل لها سكر محور. وانت زين الكيكة. استنى شوي. شوية برد نجمو ما نعملوش سكر محور كيما تحب انت. برشا نوم يزي فيها البرك. هاني باش نوقف السكر. هاي تبدا تزين. كيفاش تحب تزينها انت يا ميرا على سيدي باش تزين؟ بالك نعملو دوره. عمل دوره. عمل اللي تحب. هي متاعك خبز الكاتو متاعك. اه يا سيدي باين حلو. حلو. بيان سور حلو. حلو ها حلو ها. حلو ما حلو. فانا قسم انتي ميرا باش نولي سكوندار. اي ويش ستيام. اي ويش ستيام قلت وين نعرف عليك ستيام ولا سبعه ولا سبع ايام. في كندا نقولوا سكوندار. اي تو في كندا احنا وخاتي ما نعرفوش الحقيقه. كيف كيف حتى احنا يظهر لي سكوندار. اي عنا احنا والله ما تو الجمهور يرد السيد اللي لقى. يقولوا كيما السبعه. سبعه. اي يقولوا كيما السبعه حسي. سبعه. ايوا قولوا اي. سبعه. اوه مزيانه. ياسر مزيانه. ياسر فنانه. ايه كولور فير. اخضر. اخضر. تحبوا. ايوا. مع الجون مزيان. يا اختي محلى الزين ومحلى العين محلى اسمك ميرال. قريبة كم؟ قريبة كم؟ اي تحب تحط في الوسط حاجة تعمل كيما الوردة صغيرة بالعنب. تحط في حاجة كل وردة معايا. او نعرف. او تعرف اوكي. صحيت. يقولي بنين ومزيان. صح صح. ممكن ندورها كيف تحب. المهم حاجة تعجبك انت. هكا هاو كملنا. برافو مزيان. مزيان خاتي محلى البنات. انا عاد راهو العلب من غير قلوبة مش يبدا خير ولا اي غلة بتبيع البنات ماكم تعرفوا. سنستو بها الكيكة هذي ديما نعملها. اما اليوم سبيسيال الميرال المزيانة. اما تو قبل ما ناكلوا عاد الجاتو ناكلوا الملوخيه نتاعنا. شوفوا ملوخيتنا وين وصلت. باهي يا معايا شوفوا الملوخيه. هاي الملوخيه هاي حضرت. هاي نخليوها تقر زيتها كاهو. ها وبا البخار ما شاء الله. ما شاء الله انتي رهيبه انتي مزيانه. هي تحب الملوخيه نستناو فيها تقر زيتها. اكا وكا بدات بشويه بشويه تقر زيتها. باهي خليوها زيت شويه حطيت لها تو الرند
ونخليها تو على نار هادئة. ونفطر فطورنا، احنا حضرنا الطاولة، احنا ركحنا الطاولة ميرالة، ركحنا كل شيء، حسيلو بعد ياخذوا الكيكة نتاعنا. ها يا سيدي، ها عملنا الطاولة، حضرنا كل شيء، ها حضرنا السحونة، وبعد نحطوا الملوخية هوني وكهو. الجاتو لهنا اي نحطوا الجاتو غادي، نركحوا توا زيد الطاولة، نحيو بكو الحليب بالغادي وكهو. مريكل مريقل يا حوتة يا مزيانة. عجبتك الملوخية؟ بنينة بنينة. وتوا جاي وقت شنو؟ جاتو. مش تقصوا انت عاد؟ ها ها قصوه كيما تحب انت يا زايدة، قص مثلث مربع اللي تحب. مربع اللي تشتي يا زايدة. اي سبونج. هي الشيخة على انه كنا الشيفة. اوه اوه دونا كيما تحب هكا تو يعجبك عزايزه. وبرشا ناس يحبوه زيد. اتون زيد نعاونك نعاونك. هلا صحيت صحيت. فوالا يي 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 ها وين نحطه؟ حط كيما تحب. شبتك ماما مدلك فرشيده تو باش تذوقها ولي. عز البنات هيا هيا ورينا هيا ورينا. وبا 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 عندك واحد شيء ما تقوله؟ منين؟ البنات بالحق فما لهجة سبيسيال ما عندها ما تقول ما عندها. هيا كمل لنا هالكعبة نحبك تاكلها الكل. كل مزينة مع العنبة؟ منين أكثر؟ مزينة ومنين؟ يا خوتي راهي عودة، خوتي راهي عودة مزينة يا ربي سيدي. هاي تو بعد نخلي نهزوها معانا هذيك، نهزوها معانا للبحر. خلينا نهزوها ولا نخليوها لك نروحوا من البحر؟ انت واش تحب؟ نروحوا هكا نهجموا عليها. اما سوسو تو تاكل لنا سوسو. خلينا اي نعملوا قهوه في البحر ونهزوا معانا هذا. صح صح انت. اي ماما زيد راهي مازلت ما كليتش اما يزيك هكا تم بعد نكمل. واي اسيلي واي تخليكم معايا البنات في بقيه نهارنا. صح على زايزه. صح 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 صح. يسيلش عجبتك؟ هو بنينة عالمي عالمية. وحلى كليمة يا وغيتي. ولهنا اخرجنا عملنا دورة في كارفور، قضينا قضية سيدة للبحر، وكما شفتوا في اللايف حتصيروا عملنا كدورة صغيرة، ومشينا بحذا دار أختي، ومشينا زاد البحر مسير مرة أخرى، وعديت معكم أحلى لايف بصراحة، ولايف ياسر مزيان. محليه محليه كله ضحك، أهم حاجة هي الضحك. إن شاء الله ديما نضحك وديما فرحانين، وإن شاء الله ديما تكونوا زادة معايا في القناة بتشجيعاتكم تعليقاتكم. إن شاء الله الجزء الثاني نصوره لكم أكيد، نوريكم من مشينا. وان شاء الله الفيديو متاع اليوم عجبكم ونير رضاكم اهم حاجه. لهنا هاو باش نخليكم حبيبات قلبي. نشكركم برشا انكم ديما تتبعوا فيا حتىش لاخر الفيديو. نتمنى تشجعوني بك اللايك المزيان، واكيد اكيد اللي انت اول مره تدخل قناتي وتشوفها وان شاء الله يا ربي عجبتك تشترك فيها. مرحبا بكم الناس الكل، بارتاجيو الفيديو بين اصحابكم وحبيبكم باش القناه تزيد تكبر وتكبر بكم انتوما. ان شاء الله ربي يحفظكم ويسلم قلوبكم. خليكم توا نقول لكم ان شاء الله نهاركم مبروك، نهاركم اسعد الايام. بسلامه، باي باي.